الأهلي يعدل الأوضاع في الشوط الثاني ويهزم الإسماعيلي 2-0 بهدفي بدر بنون وصلاح محسن. كابتن شريف ألف مبروك، ثلاث نقاط مستحقة للنادي الأهلي، ولكن الأهم اليوم الأهم هم الثلاث نقاط اللي كنا بنتكلم عنهم في أول الاستوديو، وكنا بنبحث عن شكل التواجد بتاع الشوط الأولاني، إن هو لابد أن يكون اللي بيحصل في الشوط الثاني هو اللي بيحصل في الشوط الأولاني. وضح لينا إن إحنا لازم ولابد أن يكون عندنا الهجوم العددي اللي إحنا شفناه تاني شوط. لما خرج حسين شحات ونزل مروان محسن واضطر إن هو يطلع قفشة ناحية اليمين وعمل شكل هجومي بعدد اثنين راس حربة يجوز متأخر شوية محمد شريف جنب مروان، بقى عندك أي تواصل بين نص الملعب وبين الشكل الهجومي بالنسبة لك، وعندك أطراف كمان ثابتة، وعندك عدم دخول فرقة الإسماعيلي من الدفاع بتاعهم لغاية نص ملعبك، فبقى كل اللي بيعملوه زي ما أنت كنت بتعمل أول هاف تايم يلعبوا الكرات الطولية لقدام، بقى عندك استحواذ نسبي وفي رؤية وانتشار عددي معقول جدا لعيبة بين البعض ازاي تقدر تلعب الكرة وتلاقي اتنين تلاتة بيتحركوا لك في نفس الوقت، عشان كده الدنيا اتسهلت وبقى ليك شكل من اول 10 دقائق وانت موجود في منطقه جزاء النادي الاسماعيلي. ايوه، عندما تكون موجود في منطقه جزاء الخصم عندك فرص انك انت تحرز هدف او اتنين، وتلاحظ ان المباراه النهارده مش عارفين نتكلم على اي فرصه ضايعه، انما في تهديدات لحارس المرمى، حارس المرمى اللي تطوع وعمل لك ضربه جزاء ملهاش اي لازمه طبعا، هو كان الراجل بيتطرف ناحيه الشمال، لو كان سابه حتى ما كان يمكن الخطوره بتاعته هتبقى مش بنفس خطوره ضربه الجزاء. اللي احنا عايزين نقوله، احنا عندنا مباراه هنلعب خارج ارضنا الماتش الجاي، لازم يكون عندنا هذا المفهوم، انت لازم باذن الله يكون عندك رغبه الفوز ضد فيتا كلاب، رغبه الفوز لازم بالشوط الثاني دايما انت بتلعبه مع اي فريق انت بتلعبه في مصر هنا، يعني لازم الشكل ده يبقى متواجد من اول 45 دقيقه. هل انت عندك الاستعداد انك انت تجرب وتلعب وتغير طريقه لعبك اللي انت مصر عليها من اول شوط في كل مباريات؟ هو ده اللي هيحصل في الايام اللي جايه دي كلها. انا عن نفسي ما شفتش اللي كان نفسي اشوفه النهارده او اتفرج عليه من سيطره في وسط الملعب، خاصه ان انا كمان يعني يمكن بعذر الناحيه الشمال النهارده، ان بيكهام النهارده مش مطالب منه اكتر من اللي هو عمله الحقيقه الشكل الدفاعي، يعني صحيح شكل الهجوم اللي احنا اتفقنا عليه كله هيبقى صعب جدا، بقى عندك اقصى عددي في ناحيه من ناحيه الشمال وصعب عليه انه يشيلها اجايه لوحده، ولكن كان في رغبه النهارده، والروح اللي اتكلم عليها عادل قال لك الروح ما كانتش موجوده اول شوط، دي حقيقه كانت موجوده عند النادي الاسماعيلي ما كانتش موجوده في النادي الاهلي، انما النادي الاهلي لما لقى في تواجد عددي وناس بتقرب لبعض وتحركات الروح بدات، التيشيرت ظهر، يمكن صعوبه ارضيه الملعب شويه، انما كان في اصرار على انك انت لازم تروح تجيب جول، اصرار انك تهدد، اصرار انك تبقى متواجد، والتواجد اصبح من الاشتراكات والكلام ده، حصل ضربه جزاء. التواجد ان لما بقى عندك راسين حربه او اتنين شكل، شفت لما حد بيطلع يطلع زي ما قلت لك انا من قبل المباراه، واحد بيطلع فوق يلاقي واحد تاني جنبه قريب منه قطع الكره من نص الملعب، عمل سبرنت، ودي نادرا لما بتحصل في الماتشات كلها او في اي مباراه ان لاعب ياخد الكره من نص الملعب يوصل بيها لغايه الجول، الا اذا كان الاثنين قريبين من بعض والتكتيك انا بسميه تكتيكس، ان واحد بيطلع والتاني بيبقى ماشي وراه مستني الانطلاقات بتاعته. فحاجه من الحاجات اللي انا اتكلمت عليها في قبل المباراه اتحققت، واتحققت بهدف، اتحققت وكسبنا، وده اللي انا كنت بطلبه في اول المباراه. فيا ريت يبقى ده الايجابيات اللي احنا نستغلها الفتره الجايه، ونسيب الكباتن بقى ليهم رؤيه ثانيه.